الفقرة الموالية مشاهدينا ضمن هذا الموعد اليومي هي فقرة بلسان المغاربة، وهي فقرة مخصصة لفتح النقاش بخصوص قضايا راهنية ومهمة بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين. اليوم غادي نتكلموا على سؤال القدوة، المغاربة وسؤال القدوة، موضوع فقرة بلسان المغاربة. ضيفنا الدكتور سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا وسهلا بك أستاذ. مرحبا أستاذة. شكرا على تلبية الدعوة. بداية دكتور، كيفاش ممكن نعرفوا بلسان المغاربة، نعرفوا القدوة وأهمية وجود قدوة مرجعية يحتكم إليها داخل كل مجتمع؟ هو القدوة في التعريف ديالك في العلوم الاجتماعية هي أن الناس تيشوفوا واحد الشخص في الميدان ديالهم تياخذوا قدوة على أساس أنه هو المثل الأعلى اللي هم باش هذاك واحد من خلال مقارنتهم مع المحيط ديالهم تيقولوا هذا السيد هو اللي يمكننا بغينا نكونوا بحاله. إذا فتتم عملية تقليد، كنوليو باغيين نكونوا بحاله. إذا هي هو تقليد بمدلول التحفيز، تحفيز من أجل أن يصل الشاب أو الشابة إلى مبتغى لكي يكون مثل في نفس المستوى مثل قدوته. هذا عامة هذا هو التعريف اللي تعطى في العلوم الاجتماعية من طرف ميرتون، وضع على رول موديل اللي هو دور النموذج، دور النموذج في التنشئة المجتمعية وفي التماسك الاجتماعي. إذا ما عندناش قدوات في المجتمع ديالنا نخرجوا كما أسميه الاحتباس قيمي، ولا عندنا مشكل ديال أننا نرهن قيم المستقبل ديال الشباب ديالنا كما يرهن الاحتباس الحراري مستقبل. جميلة هذه المقارنة والمفهوم واضح بمعنى نموذج للاقتداء وكيعطينا حافز طبعا للمستقبل. شنو هي أبرز التحولات دكتور اللي طرات على مفهوم القدوة في المغرب، مجتمع المغربي، ما بين الأمس واليوم؟ اولا يجب الإقرار اننا نحن الان دخلنا ولجنا الى عهد الرقمي. العهد الرقمي أدى إلى بعض التغير في مدلولنا ومفهومنا لمفهوم القدوة، حيث أن هذه الثورة الرقمية أصبح الفرد هو فرد واقعي، له هوية واقعية، له كذلك هوية ديجيتالية افتراضية، وهذه الثنائية اللي أدت كذلك إلى مواطنة واقعية توازي مواطنة افتراضية. حتى القدوة أصبحت ثنائية، قدوة للشخص في العالم الواقعي وقدوة للشخص في العالم الافتراضي. وهذا أصلا هذا هو التحول الذي وقع عند المغاربة، أن بما أن هوية الشخص أصبحت مزدوجة حتى القدوة التي يريد أن يقلدها أصبحت ثنائية. لكن إذا أردنا أن نتكلم عن التحولات التي طارت على مفهوم القدوة بين الأمس واليوم، أولا كنا فيما قبل بالنسبة للقدوة كانت عندها شحنة دينية، كنقولوا مثلا من الدار للجامع، من الجامع للدار، هذا هو القدوة ديالنا، ما تفوتوش أوقات الصلاة إلى آخره. كان القدوة كذلك فيما يخص ما هو دنيوي، القدوة هي تكون مهندس، تكون طبيب، تكون معلم، تكون أستاذ إلى آخره، كان هذه القدوات. الآن ماذا أصبح؟ هذه قدوات إيجابية. هناك كذلك قدوات سلبية اللي شفناها هذا مع هذا الترينز، هذا السوشيال ميديا، ولينا كنهضروا على القافز، بريغاد، الرجولة، وداك ساكسيس ستوري، كنهضروا على شي واحد هارب، شي واحد بروماكس إلى آخره. إذا انتقلنا من قيم رمزية ذات شحنة دينية ومجتمعية إلى قيم مادية فيها الريع ديجيتالي، عوض الجهد الواقعي. الناس ما بقاوش باغيين يخدموا، غيدير يوتيوب ولا شي حاجه ويدخل 10 مليون ولا 100 مليون للشرح سلي انه يقرا الى اخره. اذا هذا هو التحول، انتقلنا من جهد واقعي الى ريع ديجيتالي. وهنا الى ريع ديجيتالي. عجبني بزاف هذا العنوان دكتور. اليوم
بروفايل القدوة عند المغاربة في الوقت الراهن؟ واش كاين بروفايل واحد أو بروفايلات متعددة؟ لأنه روبورتاج الحمد لله مازال كاين اللي تيشوف الكوتش ديالو قدوة، كاين اللي تيشوف الوالدين ديالو قدوة، يعني في عدد من الأمور كاين واحد النوع ديال الوعي بأنه القدوة مهمة جدا في التنشئة الاجتماعية. تماما أستاذة، لكن المشكل هو أن هناك اتجاهات جديدة. القدوة، البروفايل ديال القدوة عندنا دابا في المغرب هو لاعب كرة القدم، مغني، فنان، صحفي، تيك توكر، يوتيوبر، هادو نماذج جديدة ولينا كنعيشهم. قبل كنا القدوة كان هو ولد عمي اللي طبيب، اختي اللي مهندسة إلى آخره. الآن ولاو هادو اللي هما خارج المحيط القريب ولاو هما اللي هما الأساس في القدوة. إذن فالقدوة صارت مرتبطة بالحظوة المجتمعية التي بدورها تحددها. وأنا أؤكد الشهرة الديجيتالية، الوجود ديال القدوة بدون العلم الافتراضي أصبح لاغيا، والتي تبنى كما قلت على الريع الافتراضي وليس على الجهد الواقعي. اللي كنشوفوا هاد البروفايلات اللي عطيت، مغني، رياضي إلى آخره، البروفايل ينتج ويصنع في العالم الافتراضي، وهنا القدوة تصبح تنتقل من العالم الواقعي للعالم الافتراضي. وهذا الانتقال ونفهمه لأننا انتقلنا من مجتمع التواصل الواقعي. ربما دكتور بنيس المشكل ماشي هو في الانتقال، لأنه حياتنا كلها انتقلت للديجيتال وانتقلت للافتراضي، ربما المشكل هو في المضمون ديال هذه القدوة الافتراضية، وهل هي مؤسسة أو طبيعة المعايير اللي هي مؤسسة عليها، يعني معيار ديال الفردانية، ديال التنقيد، ديال يعني بعيد كل البعد ربما على المعايير الأخرى. لا، الأساس بالنسبة لنا في هذا الانتقال هو أننا انتقلنا من 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 الفردانية اللي كان واحد الوقت يمكن لها تعطيك واحد 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 النموذج ديال القدوة إلى انعزالية، والانعزالية ما بقاش فيها غير قدوة، ولات العدوانية، واحد قدوات ولات فيهم العدوانية، ودخلنا في واحد الافتراضي، دخلنا في ولا بحال واحد الوعاء الكراهية، والقدوة ولات عدوانية. ما هذا ما عرفتش باش نشرحها. الناس اللي كيكونوا يبغيو يكونوا قدوة أو عندهم شي قدوة ديما كياخذوا هذا النموذج ديال الكراهية والعدوانية. إذن هذا الافتراضي دخل لنا هذا العالم متشنج، يعني نقتدي بالأشخاص العدوانيين. نعم. الصداميين. نعم. خاصة في على مستوى الديجيتال تنشوفوا شكون البروفايلات اللي هي صدامية وعدوانية. نعم. وعندها أعداء وتتواجه. نعم. الناس وتت... نعم، أنا قمت بملاحظة دابا في المغنيين تراب، القدوة ديال الشباب تنهضر قل من 14 عام، هما مغنيين اللي كيستعملوا بعض الكلمات الخادشة القوية العنيفة، هذا هو القدوة بالنسبة لهم. إذا هنا كتبان أننا نحن أمام احتباس قيمي، يجب على محاضن التربية أن تسترجع دورها. هذا هو سؤالي الموالي، كيف ذلك دكتور سعيد بنيس؟ كيفاش ممكن اليوم أو ما هي مداخل إعادة الاعتبار لهذا التصور وإنصاف هذا المفهوم، مفهوم القدوة اللي هو مفهوم مرجعي كنشأ به وليداتنا وتنكبروهم على السواء وتنكبروهم تيشوفوا نفسهم، يعني كيفاش غادي يكونوا مني غادي يكونوا أشخاص راشدين؟ أنا كما قلت، لإعادة الاعتبار لهذا التصور وإنصاف مفهوم القدوة وجب على محاضن التربية والتنشئة اللي هي الأسرة، المدرسة، الجامعة، الحزب، النقابة، والجمعية والنادي أن تسترجع أدوارها المركزية في إعادة وإبراز دور القدوة في العيش المشترك والرابط الاجتماعي. ما يمكنش لنا نبقاو ديما في منطق سوق الشغل ومنطق القيم المادية، خص ندخلوا المنطق القيم ونسق القيم اللامادية مثل النبل والصدق والتضامن والمواطنة الإيجابية، وكذلك الاعتماد على مصفوفة الممارسات التي تحتويها منظومة المغربية والتي تحتوي في بدايتها على عناصر القدوة. عندنا في المغرب عناصر القدوة، لكن لهذا يتوج أنا أظن أن مربط الفرس هو أن المدرسة المغربية يجب أن تعتمد على مرتكز التربية، ماشي التعليم، education، ماشي لونسينيومون. حنا تنقولوا بالنسبة لنا المدرسة خصو يتعلموا فيها الماط وداك الشيء،
لا خاصهم يترباو فيها يعني كوريا التجارب الكوريا الفنلنديه اللي هما احسن التجارب في العالم. عندك من 4 سنين حتى 12 عام تعلمون كيف تكون كوريا وكيف تنفذ، وتعلمون القدوات، ما هي القدوه الحسنه، ما هي الشخصيه الفضلى في المجتمع الى اخره. اذا فنحن مضطرون في المدرسه الى اعاده ما عرفش خلق مسارات ديال المواطنه، خلق مواد ديال التربيه الاخلاقيه التربيه القيميه باش نسترجعوا هذه النماذج الناجحه ديال القدوه. ما يبقاوش القدوه حاصلينها بعد ساكسيس ستوري، بعد قصص النجاح ديال اللعاب ديال المغني ديال المغنيه ديال الفنان ديال الى اخره. خصنا نرجعوا، كاين مواقع اخرى ديال القدوه نسيناها، ديال المعلم ديال الاستاذ ديال المهندس ديال الطبيب. ولينا دابا الطبيب القدوه بالنسبه لنا الشباب ديالنا هو اللي تيقرا في المغرب وكيمشي يخدم في فرنسا ولا امريكا، وهذه خطيره. داكشي علاش هذا الاحتباس قيمي، يجب علينا نعم. شكرا جزيلا لي. كمل الجملة دكتور، كمل الجملة. يجب أن نشتغل فيما يسمى التربية المستدامة، نفكروا في المناهج ديالنا ماشي في دابا، ما سيصير بشبابنا وأولادنا، ولا غادي نبقاو تنخويو الماء في الرملة. بدعتي لينا في العبارات اليوم، بدعتي لينا في العبارات التربية المستدامة. لا خصنا نشوفوا مع الوليات الحلم عيشوا غير دابا، هما عوالم مختلفه. العالم الافتراضي كيشوفوا فيه العجب، ها 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 روتيني اليومي، ما يمكنش يمكن يكون عندهم قدوه. شكرا جزيلا لك الدكتور سعيد بنيس، استاذ علم الاجتماع بجامعه محمد الخامس بالرباط. اشكرك جزيل الشكر. وهذا الموضوع الصحيح انه خاصه يولي يعني موضوع مطروق، سؤال القدوه هو سؤال حارق.